قابل مسجد هنا مسجد عتيق هو الإرث هو اللي يمثل ولاية سطيف. أما مثل هذا التمثال فأنا لا أتشرف به وحتى كل ولاية محافظة في ولاية سطيف لا تتشرف بمثل هذا التمثال، ونحن نطالب من السلطات المعنية أنها تقوم بفعل وتقوم وتنحي هذا التمثال من هذه المنطقة وتديه للمتحف، واللي يحب يروح يزوره واللي يحب يروح يعبده يروح لي